عالم وجود ترابط ما بين الدول مكة وما بين الرؤساء اللي رأسوا الوحدة وموجودين كل واحد اليوم يجي واحد يصير ايش يشرب عنه والمفروض انه هم كلهم دول يجمعوا يسووا مجلس شرف فلازم الناس اللي عملوا في الوحدة عندهم افكار وعندهم اراء بالاشياء اللي مرت عليهم وصعبة وخلت الوحدة تنزل عندهم الامور هذه الجمهور ما عنده علم ما يدري ايش السبب انه الوحدة انغلبت تنغلب 4-6 مباريات يعني من الاشياء اللي احنا بنقولها دائما انه للاسف اللي ماسك الكوره المشرف يعني ما عنده فكره عن الكوره بشكل كبير على قدر ما انه هو يروح مع اللعيبه ويجي وهذا اللعيبه اللي جابوهم للوحده انصاف لاعبين والسبعه اللاعبين الاجانب ما فيهم الا نفرين يلعبوا التخطيط لمستقبل للوحده ما في كل اداره تيجي تشتغل وقتها يعني ما في عندنا يعني ترابط ما بين الادارات بنت انا لاعب اشتغلت الاداره والله دورت ملف لتقارير مدربين دربوا الوحده عشان يستفيدوا المدربين اللي بعدهم والله الاداره قالت لي ما عندهم ملف ما في ملف وانا ما شفت ملف اما تيجي تحط لواحد لاعب يلعب جناح وتقول له اعكس كوره يلعب لك الكوره جهه الاوت ولا جهه الكورنر اسمنا وحده لكن للاسف بين اللعيبه ما في وحده ما في ترابط طموح عند اللاعبين ما فيش كل اكثر اللاعبين يلعبوا في الوحده يبغى راتب حتى لو يقعد احتياط اضعف فريق في الملعب يبذل مجهود في اكثر المباريات جاتنا الفلوس عندهم جاء ملايين ما جابوا لعيبة كويسين ولما جابوا لعيبة كويسين وصلوا رابع